مارس يب مرة. أنا مرة كنت متوقع إن الماتش كان عند عبد الملك، لكن الآن بنشوف الجداوي ايش بيقول. نشوف الجداوي ايش بيقول. أوكي، بداية قوية. أوكي، حط في بالك انه دحين تورتل عنده وقت مره طويل ياخذ يجمع داتا، يسوي داونلود، يسوي حاجات. ليه عنده ستين خلاص؟ عنده الجراند فاينلز 1 وريست، بس كمان غير كده، غير انه متعود على جو الجراند فاينلز وكده، حتى عبد الملك ما هو غريب على الجراند فاينلز. بس هل هو يبغى يلعب ست ثاني؟ ويل سي، لانه ما اوكي. دحين نبدا جارد شينانيجنز وذ لينك. اوه رمى بعد نفسه بعيد. اوكي اوكي، شفت الاجريشن؟ يا يا او ماي جاد والثونت. تورتل ما بيعطي اي فرصه عبد الملك انه يفكر، يبى يسوي له بريشر بقدر مو طبيعي، وبيحاول قدر المستطاع انه يخلص الجيم بسرعه. هو عبد الملك رد اخذ الستوك الاول. اوكي اوكي هو كان مستعد. لا كان مستعد لها، شاف يا هي واز ريدينج. سوي بوم. اه اوكي انا عندك. ها ميك مي هاف واحد. اوكي باكر باكر، ترى هل هيجيب تورتل معطينه اثنين؟ اوه اوكي يا هم الاثنين، ترى اثنين اثنين هم اثنين اثنين. لا صفر. لا شوف طالع فوق في البارك. ايوه ايوه دحين دحين اوكي. نايس باك اير فروم تورتل. نايس باك اير. اوكي اوكي عبد الملك واز كول اوت، هي واز ريدي. نايس. ما اظن تورتل كان يعرف انه بتخبط. يا اوكي بريدن باترز. يا كلهم اللي دحين يبغوا بس يحطوا دامج عشان يبداوا بعدين يلعبوا المنتل جيم. جزء مشر قوي من الاثنين، ما حد بيعطي اي فرصه للثاني انه يفكر يتحرك او يضغط اي بطن، وكلهم مستعدين. هذا يسوي شيء، هذا يسوي له براب، هذا يسوي شيء، هذا يسوي له شيء بيستناه. جريت كاونتر بلاي يعني منهم هم الاثنين. اوكي اوكي ترتب. اوكي اميزنج داي، اميزنج داي. اوكي نايس فيرست جيم فروم عبد الملك، انهاها بفورورد غير. ايوه ما شاء الله كمان هو was playing اللي طول بالوقت. He's a bit warmed up. ممكن mentally تعبان بس he's warmed up. Yeah, but he was very patient that game. يعني كان جاهز لكل حركة بيسويها تيرتل. تيرتلز جامن. تيرتلز جامن. Let's go. كيف التعليق so far؟ حركات بركات حبيبي. حركات بركات. Nice. ترى هم لسه 0-0. آه يا هذا لما تكلم. اوكي وذ دامج بريدن باتر من تيرتل. سترونج يقول اوه حتى انا عندي بريدن باتر. يا اوكي نايس كومبوز فروم سترونج. هم الاثنين جالسين يسووا رولز كثيره. Is it conditioning rolls ولا rolls rolls حقت المنو حقنا؟ Well, we'll see. ما أظن أي أحد فيهم منهم، بس يعني. Okay. هذه المرحلة. Oh. He went deep. He was brave. Okay. He was brave. القوم. على طول مات. He loved it off مرة. Yeah. Great mentality. عبد الملك ما شاء الله وتكلم وايد خلاص مستعد يقتل أي أحد. نايس ريد فروم تورتل. نايس ريد. كانت دي غايبل تحس؟ ماني متاكد، احس انه كان يقدر يعيش. اوكي اوه ما شاء الله ادفانتج تورتل، عنده ادفانتج مره قوي وناوي يعني ينهي عبد الملك اسرع وقت. شايف الكومبو جيم حقه ما شاء الله كلين. هي از جريت كومبوز. والامانه كودوز الاثنين عشان يعني عندهم جريت patience من الاثنين. يعني عندك ايش اسمه عبد الكامب.
اوكي 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 ردلو جيم 1 كم وقاها ترتل اتوقعها نايس 1-1 لهم هم الاثنين ديم ديم 1-1 يس برو صراحة اللي أظن الكل كده بايس للهوم تاون هيرو وسلطان يبغى يخش البيار بقوة ما أعرف ليه مو كفاية عليه تاني يا ترو يعني هي هذا اللي ولسي ولسي حبيب نورك عزيز نصيحة قال أنا متعود نادي عزيز عطوي عزيز ونصيف نصيف اوكي احس انه دحين تورتل مكثر شو اسمه كول اوت اف سماش للرولز والحاجات هذه بس احس عبد الملك فولي فورس يبغى له ينتبه ويحاول قدر المستطاع يكون بيشنت ما يحاول يسوي اي حركه تكلفه الستوك والجيم اوكي نايس جراب عبد الملك ليتس جو سترونج زانز اند هاوس ليتس جو ويلكم زانز اوكي نايس اب سماش من عبد الملك اوكي جالس يسوي سبيسنج بيحاول يتركه برا الستيج علشان يستعمل على البرنامج سايد بي بوم اوكي خرج منها عبد الملك لي اتس سربرايزنجلي ايفن ما شاء الله يا شوف كيف عبد الملك بيحاول يرجع اوكي شفت الموفمنت شفت الويب باونس ما شاء الله يس جريت موفمنت كل اوكي سلطان بالدم بي نايس بانش ما استوعبت انه سوى دي هاي كويس يا نايس بانش من عبد الملك ولا نايس بانش من ترتل لا اي وازنت بانش بس هي جات ان قتلت اوكي قارم جي جيز اي بكمل الكومبو على سلطان عبد الملك سربرايزنجلي اوفنسيف هذه الجيم هو يحتاج هذا هذا يخش في وشه ها قلتش مخ حتى هو قال لا ممكن ضاعت الجمب بحاجه مسوي لها كلام اوكي بنشوف عبد الملك الجمب اللي حاول يسوي ايدج جارد لها اوكي دامج في جمب اوكي ما قدر يضربه بالنير شوف يعني اخذ دامج يا وماسك الادفانس ستيت مو سايبر وبرضه دوف دوف هيز بوشينج معاه الستيج كنترول جيم نايس وذا واز سيك ما شاء الله بوم من عبد الملك اخذ الجيم الثاني سوق قبل عليه ويل ماني متاكد او ماي جاد طالع فيه اوف كورس بالعين تستعمل ويل لازم يخلي البرستيج معه حتى لو ضغطه بالغلط نا هم دحين جنتل من الستيج وبعدين يمشوا دام يا هم واحد من اثنين يا هم بيخلصوا السد بسرعة افتكروا من البطولة ما في سد بسرعة في سد بعده ميبي الا اذا سلطان عنده رايت هاند سلطان طبعا تبعان جاي من سفر تبعان تبعان يبغى يرجع البيت هنا يا سلطان راجع جدا بعد البطولة لا لا ان شاء الله طب معهم شنب سلطان اسطوري يا دائما يا ولا انت الشنب عشان خشيت السفير زي النور ايوه لو عبد الملك فاز لازم يلعبوا ريست يس بس يعني الريست اذا ترتل فاز هو يكون فاز هذه 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 الاف سماشز حقت البانيك اف سماشز هذه 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 هي ال ايش اسمه ما اعرف حق سلطان السيجنتشر الابيليتي حق السلطان يعرف يسوي لها تايمينج كويس هي ميس ذات ذا ايزيست تيك لايك ايفر شكله لخبط ولا كان متوتر لا بس كيف عبد الملك يحاول يرجعها اوكي هذه المره ستيج كنترول عند السلطان ما بيحاول يخلي عبد الملك يسوي اي حاجه سبوتينج تو ايفريثينج
اوكي يقاتل في ابتل وكم استعد حتى الرول ردات فعل ممتازه من سلطان توقع كل حاجه ايوه هذا السايبين بس عشان تسوي كفر للرول عشان هو مستعد لابس نواش شفت البوملي قاعد يسوي بومل بقلبه ايده وقف تضغط زرار كل حاجه بلعب لعب جدا ممتاز او ممكن قاعد يضغط زرار زي ما يقول زانزا ترو بس ويل نيفر نو اوكي والله شو كيف كذا برجع له هو تو جاب بالزين فايف نايس جيم فايف الست هذا حامي جدا وبنشوف الان هل ينتهي ولا بيقدر عبد الملك يرجعها وياخذ البطوله معه طولوها عشان يطولوها عشان محتوى كل واحد يفوز بالدور ولا ما ادري لو سلطان يعني يبغى محتوى يا خسن يعني ام جاست سين يعني انا حاب اسال الشات سؤال بسيط قبل ما نخش اخر مباراه شو داي كومنتيت مور ولا لا لا ما عليك انت كويس تسلم تسلم كلهم يحبوك صح شات في 10 اول ما اقول كلهم يحبوك راحوا 3 ويل يبغى لي افهمها جيم 5 عادي عادي الخويا اوه تسلم تركي يو اولويز جوت ماي باك The people happy. Game 5. هل نشوف ريست؟ هاي بصراحة أتمنى. يا ما بكون بايس لكن الأمانة أنا مع عبد الملك بالصوت. بس بنشوف هل السلطان بيقدر يجيب التورنمنت ولا ريست. السلطان دائما يبدأ الجيم بخش على عبد الملك. دام ايش هذا اللبي ممكن مسنبوت بس يعني لو ما كان مسنبوت ايش كان يبي يسوي كفر دام يبغى له عبد الملك يحاول يسوي ابدات بسرعه ويتعامل مع البريشر القوي شوف ما شاء الله كيف سوى ديلي يا حلو حلو تورتل دايم دايم لا مستعد لها مو متوقعه مستعد لها شوف سلطان ويد داش بوكس اتوقع انه لعب مع لينكس كثير ولا كيف لا ما لعب مع لينكس ابدا بس كثير اوكي يقول لكم عبد الملك ما لعب مع لينكس اظن كل اسمع انا ماني متاكد بس حبيت اتاكد انه مسكه يا اخي التايمينج حق التكس حق النوتكس لي ما شاء الله اي نايس نايس بتشوف لو عبد الملك يقدر يسوي الادجارد اوكي احس كان متوقع لا هو كان مغطي كل الاوبشنز ما شاء الله يا جدا يفوز بطولة مني لا لا ان شاء الله عبد الملك يرجع اوكي عبد الملك مستعد وذ ذا كول كل حاجه كل حاجه مغطي اوبشنز ما شاء الله يس لسه ساكوراي يسمع شو اسمه نيرفل كوست ما اتوقع هذا الملك بيرجع ولا اوه كان يبغى يسوي ريفرسل بس يعني واضح سلطان اللي I'm not falling for this okay but he's falling for this he fell for this yes he fell for this انجليزيه ابو كلبيه ايش اللي صار ما نعرف لكن اوكي بس قد دامج ريجاردلس ايه بس يعني هذا رأي طاخ تيخ برا بوم بخ بو بو خلاص رجع حسبت راح ينتحر يعني كنت بسوي كده صراحة شوف ما شاء الله طاخ تيخ برا بوم بخ وباو ريد اف سماش اوكي ريد اف سماش او شو شوف لو عدم الملك يقدر يسوي الايدج جارد والله عبد الملك تيرتل مستعد لكل حاجة اوكي شوف عبد الملك ايش بيحاول يسوي اوه تجنب السايد بي نايس نوتشر الاير من عبد الملك وتجنب القنبلة نايس اف كده عبد الملك ريست نايس نايس دام دام يسوي ريست نايس عبد الملك جت هل عبد الملك يفوز على سول تيرتل ولا سول تيرتل يفوز للامانه ما توقعت انه هذا
بنشوف مباراة زي كده في الجراند فاينل. هايب يا لما دينا هيرو از ديفندينج هيز ايش اسمه هيز سيتي ريجن هيز ريجن السيتي ريجن كله واخرت. اوكي خلاص ما انا حابب اقول كلمه قبل ما يبدا. عبد الملك تستطيع، نحن معك الى الامام، تقدم زي قيامي مع عبد الملك تقريبا. ما اشوف فرق. يا انت سماشكي تستطيع تقدم. حلوه السياسه يا yeah. بس ما شاء الله نفس مستوى سماش كينج كده. سماش كينج كده ليه؟ دي بي زي ما شاء الله ملك قائد زعيم. اوه ليتس جو بيان وذ تطبيل. يس اوه هي دي بي ان جي كالعاده يبدا الجيم بالاب ايرز والتيلتس القويه جدا. هذه بي بي ان جي هذا حافظها من قلبه yeah. اكثر من اسمه. يبغى له عبد الملك يتعلم او يتعود كيف يتعامل معها بسرعه. سوى لينك ايش يمدي يسوي؟ yeah. دبه كبير yeah. ضرب ما عنده بس هي هاز تو فايند ا واي لازم. او يقدر يسوي كمباك زي ما شفنا مع ريدلر. انا ما شفت مع ريدلر ايش صار بالضبط. ويل ريدلر كان عنده ادفانتج جدا قوي وخلاص كان واضح انه هو اللي بيفوز، لكن عبد الملك رد الست وكان كمباك جدا رهيب. وطبعا شو مستعدل لها؟ يا يا يو بانيك اي وين. يس عبد الملك قال يو بانيك اوكي ليمنت الجيمز قوية. هي كان يبغى ينهي مستقبله بس يقفل كذا ما يلبس مشكلة. سلطان كان متوقع دوج. شو ما شاء الله البيشنس تحسه هيز ماشي بس لا هيز نوت. يا سلطان قاعد قاعد يستنى كده يحط كده سمول اماونت اوف ديليز عشان يسوي رياكت ابروتش. عبد الملك رمل السايد بي ورا ما ضبط لكن اعطاه النوتشر غير نايس اب تيلت من عبد الملك. انت شايف ما شاء الله عبد الملك قاعد يحط زون حواليه يس بيحاول يترك مساحه بينه وبين خصمه علشان هو عارف اذا قرب ات مايت بي يعني ان الف فور ستوك. شوف كيف بتعمل معاه. اوكي ما ضبطت الافتل زي اول. بيشنس ممتاز من الاثنين، كل واحد بيحاول يدور على اصغر ثغره في انه يخش في الديفنس حق الثاني ويسوي دامج قوي. اه نايس اول مره بحياتي اضرب بالبطن. امبريشن امبريشن يعني ريسبكتيف يا ما اتوقع. اوه اوكي هذا كمان اول مره في حياتي ينضرب بدي الضربه. يا اوكي شوف كان يبغى هو يبغى يخلص السلسله. يب اوه واز ذات. شوف كيف هذا ملك رجع ستيج بيحاول لا 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 ايش اسمه سلطان از كيبنج ستيج كنترول ويز فورسينج هيم انتو كورنرز. هيا تبغى تمو روح الكورنر الثاني. yeah. عجبك الكورنر ولا؟ بس عجبني البيشنس من عبد الملك كيف يحاول قدر المستطاع انه يترك السبيس بينهم. رو انت قلت بيشنس هو سوى رول انا قلبي طاح. ول على الاقل ما انضرب بعد ما سوى الرول. اوكي ما تكتب بس ارسل دوج. اوكي لا واز انفورشنت سوى اير دوج. سلطان with the game one من grand finals two. لا 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 believe in him اللي يقعد على الغالب قفل فما أنا متأكد. دين قاعد يشوف الكاميرات الكل قاعد يتفرج. والأكثر شيء بس ما توقعت إنه يصير إنه سلطان أو تنتلي ينجبر يستعمل روي ضد عبد الملك. هو كان يبي يلعب كله سكندري قال كان يبغى كروم لكن the challenges to يعني هو قد لعب كروم ضد شيخ لعب يمين لعب كروم لما تفضل أقوى makes sense برضه. أوكي عبد الملك قاعد يشاركنا في ذلك قدر يسوي ريفرسل. معليش اوكي عبد الملك متلخبط. ماي براذر ان اسلام فوكس ان يور جيم. يا
شوف هذه هذه كلها انجابات، هذه مو عشان تضرب، هذه عشان تغصب ويسوي رول. يس المنتل جيم، مو منتل جيم هذا كونديشنينج، سوي رول ما تقدر تخش الا برول. هي خذ روح خذ انا امرض والله. وعبد الملك از ريدي كمان ما شاء الله. اوكي 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 ما شاء الله. اوكي هي ستايلينج، هي ستايلينج، هي ستايلينج، هي ستايلينج، هي ستايلينج. شوف سوى كفر، شوف كيف الشيطان يحاول يتعامل عبد الملك. ونايس جراب من عبد الملك. اوكي اوكي نايس فورورد سماش من ذا ثرون. واضح ان كل شيء جالس الخبط ما بين الاساوي، واضح انك نعسان. ايش ايش دال هيت بوكس، ايش دال هيت بوكس ساكوراي بليز جي صلح لعبتك. ما في ما يلعب ترى هو ماي با قلت لكم كازاي، قلت لكم سوري يلا روح نام. ما تبغى ستيف جوت تاس مي فور شيت ولويجي جوت تاس مي فور. او هذا ملك يبغاله يطلع من الستيج ويحاول يرمي القنبله تحت. سي هذا اللي انا قاعد احسه، عشان ما قاعد يجيب الانجل هير، بس ممكن ما يبغى خاطر لانه كمان روي لو سوى بي يفجرها في وشه يتحط في باد بوزيشن. اوكي يس ممكن هو قصده يسوي حاجه انه يمنع ويسوي خليه يسوي فور. اوكي ويل هي واز ريدي، كان مستعد، كان يبيني بس كان كده. ها 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 خود خود صم. والله عجبتني رده الفعل السريعه من تيرتل. ايه استوعب وكذا قال يقول ايش ذا بوشيت، ايش ذا بوشيت يا ابي ها خود. ما كان متوقع خود صمبوسه، خود صمبوسه. هذا اداله صمبوصتين صمبوصه من تحت صمبوصه والله. نايس جاك، نايس بوم جاكلينج من عبد الملك. وسلطان دخل عند الزون حقه. اوكي اوكي نايس ذات واز ما شاء الله. يس لعب نظيف منهم هم الاثنين، حتى هذا ال الموفينج كلين. شوف كيف اللي يحاول يمشي في التاوز، بس كل حركه كالكوليت، ما لهم جالسين يغلطوا از ماتش. جيم جدا حامي وممتع. نشوف كيف هذا الملك يتعامل مع تيرتل. اوه استعجل سواها بدري. هي بس ممكن اتوقع انه بيقدر يسوي ار بي. اوكي ما يحتاج على فوق. اوكي ما اظن انه في هذه الحاله يبغى يسوي شيء ريسكي زي كذا. سلطان يبغى يسوي شيء ريسكي. اوكي 2-0 كذا، 2-0 كذا. That was close. Yes. That was close. That was intense. 2-0. He's still in this. قاعد يدير كذا في وشه. كلنا عارفين ان عبد الملك لما he gets pushed back into a corner هي ويل ميك ذا كم باك. يعني انا ما استبعد انه بيرجع الست هذا لو. يعني يو اولويز جت تو بليف، يو هاف تو بليف. يس يو هاف تو بليف. اوكي هل بتكون دي اخر مباراه او انه عبد الملك بيقدر يرجع؟ بنشوف الان. شوف دحين سلطان بدا يسرع التيمبو حقه. يس بريشر قوي جدا من الاثنين. لا لا قاعد يسرع التيمبو، شوف قاعد يتحرك بسرعه، قاعد يسوي بسرعه. اوكي نايس بونش، خلصنا هنا. يلا كل واحد على بيته. الملك ما هو قادر يجيبه بين النوتشرال ايرز، وسلطان مستعد لكل حاجه عبد الملك جالس يسويها. بنشوف عبد الملك يقدر يرجع، وسلطان اتوقعها. نايس تيرتلز بلاينج بيرفكتلي بشكل فظيع مخيف، ما بيترك اي فرصه تمتلك على الفاضي. قاعد يقول انا بس هل عبد الملك بيسمع هذا الكلام؟ انا بولشيت خذ صندوق. اوكي هيد بوكسز يا نايس. بتشوف اذا قدرت تركه برا الستيج ورجع. شوف هيز فورسينج هيم تو دو ذس. شوف هل عبد الملك يقدر يفورسز هيم تو ذا كورنر؟ نو. اوكي هي جات هي ستيل ان ذس. او كمان هذا لينك ضربه ضربتين في 50 ايش ده يا الرينج حق لينك جدا جدا
جيد. الدامج أوت بوت حقه يا تخيل لو كان عنده دامج تيبر مالتي بلاير مع لينك ايش تتوقع بيصير؟ ها ايش ده؟ تخيل لو يكون عنده تيبر زي مارف. هو عنده تيبر زي مارف. ايه عنده. لا عبد الملك is refusing to focus in those games. يا الا يصحح كل حاجه يقولها في التعليق. We have to keep it down بس. يا اوكي اخر ستوك لعبد الملك بنشوف اذا اقدر ارجعها او لا. نشر الاير نايس اوكي سو فار ستيج كنترول عند عبد الملك وبنشوف اذا بيقدر يشيل الستوك. اوكي نايس شال شال رجع شال ستوك. كي جلس يضربوا بالساجين كثير. اوكي اوكي بتشوف اذا عبد الملك بيقدر ينهي الجيم هنا. لا خطا لا. اوكي عبد الملك جي 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 ومبروك اخذ البطولة. جي 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 that was unfortunate. الجدار الفاز ما قدر يسوي. مبروك لسلطان. مبروك لسلطان. وشكرا للجميع على المشاركة. يس سلطان محدثكم مكت. هذه اول مرة اجرب عليك فيها ان شاء الله استمتعت بتعليقي ويا كي جي جي السلطان. ملوخية يقول لك جي جي. اهلا عشان يجي مين؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلطان اوكي سلطان سلطان كيف الحال؟ والله احسان مبروك طريق السلام كيف؟ الحمد لله جيت المدينة تنمر خلاص انبسط نمرت ايش؟ نفس البيت اعزمك على بيك بيكين ثلاثة بيكات هل يا فا يا ما اعرف هي تشيك هي تشيك ايوه جايز ميك شور تو ريجستر ان اور فيرست ايفر جده ميجر حجازي ميجر تعالوا هي تشيك ان تو ميكس ان شاء الله وحيكون احسن ميجر في الحياه وكلكم مدعومين الله يسعدكم والله يسعدني عشان نجيب نورت المدينه اكيد يا ها بالي لا. نورت المدينة؟ انا نورت المدينة؟ لا خلاص والله ها ايش رايك نزل المطر ايوه نزل المطر تكنيكلي ظلم بس يعني صار فيها نفس الموعد ايش المواعيد والبولز كلها راح يكون عليها تعديل وان شاء الله ميك شور تفول اور اكاونت فور فيت بروموشن أيوه. يا حبيبي انا عازم كلهم غديتهم كلهم غديتهم اليوم فهذه حق هذا بيت بروموشن ونشوفكم ان شاء الله البطولات الجايه شكرا شوت اوت لي مقرة وجه مجرة وجه ايوه شاورات شاورات سماش عرب ليج شاورات عرب سماش ليج شيكس ما في شيكس بس شو شاوت اوت شكرا ايسز ويا شكرا حكومتنا حكومتنا ونشوفكم في تشيك مين كمان ترقبوا البي ار ترقبوا البي ار في اي لحظه عندنا سلطان سلطان كم على المدينه بتوقع انا ممكن السابع نشوف يلا هذه كانت اوف شيلد 11 نشوفكم البطولات الجايه يلا سلام.